السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل واحد منا عنده مشكلة، وأساس مشكلته إنه يتوهم إن عنده مشكلة. بالمثال يتضح المقال. أبقول قصة وبتفهموا من خلال هالقصة وش أنا أعني. هذا واحد نسير على خوي له يبي يسهر عنده وينام عنده، أيام كانوا الناس يستخدمون الحمير أجلكم الله. يوم وصل عند بيت خويه دور الحبل اللي يربط به الحمار ما لقاه، دور منه نشد ما لقى له حبل. قال الخوية ما لقيت حبل أربط به الحمار، وش أسوي؟ قال بسيطة، سو نفسك إنك تربطه بحبل وانتهينا. وفعلا جاء عند رقبة الحمار وسوى نفسه إنه يربطه بحبل، وجاء عند رجلينه وسوى نفسه إنه يربطه بحبل، وراح عند خويه. سهر عند خويه لين الصبح ونام وعين خير، ويوم جاء ماشي راح الحمار يبي يركبه، لكن فوجئ إن الحمار ما يبي يمشي، طقه دفه ما يبي يمشي نهائيا. رجع الخوية قال شوف لي حل. قال خوية وأنت فكيت من الحبل؟ قال بس أنا ما ربطته بحبل. قال وش عرف الحمار؟ سو نفسك إنك فاكه من حبل. وفعلا راح يم الحمار وسوى نفسه إنه يفكه من الحبل وركبه ومشى عليه زي سلام عليكم. وبهالمناسبة أذكر إني شفت لي حصان ولد حصان مربوطين في كرسي بلاستيك من أبو ريالين. صدقون ترى اللي ينطبق على الحصان وينطبق على ولد عم الحصان ترى ينطبق علينا حنا يا بني آدم. كل واحد منا عنده حبل الوهمي اللي توهمه، راعي الدخان في سيجارته، وراعي الوظيفة في وظيفته، وهكذا. كل واحد منا عنده شيء مجوده، لكن لو تخيله ترى تسنه رباط الحمار ما هنا شيء. تفقدوا رقابكم، كل واحد إنه يشوف الحبل اللي مربوط به وشو حبله، حتى تعيشون أحرارا من الأوهام. سلام عليكم.